مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الثاني المتوسط. وصلنا إلى الوحدة السادسة lesson 1 الدرس الأول. What do they do؟ ماذا يفعل هؤلاء؟ Listen and read the descriptions then match them to the pictures. استمع وأقرأ الوصف descriptions يعني الوصف أو الأوصاف then match ثم صل مع الصور. زين خلينا نقرأ رأسا أوكي وبعدين نوصل ويا الصور اللي عندنا. A a business woman. A business woman معناتها امرأة أعمال. Works in an office تعمل في مكتب. And runs a business وتدير الأعمال. She is very good at working with money. إنها جدا working يعني تعمل بالمال يعني تعمل بشكل جيد ويا المال، تعرف شلون تتعامل ويا المال. زين خلينا نشوف أي صورة ممكن نحط A. 4 نقدر نحط A مع 4. B a pilot. A pilot معنى الطيار. Flies a plane يطير الطيارة. And takes people ويأخذ الناس to different countries إلى مدن كثيرة أو مختلفة. He or she has to wear a uniform. هو أو هي عليه أن يرتدي uniform يعني زي الرسمي. زين خلينا نشوف ويا ما نحطه مع to. إذا ربطنا ب مع to. C An architect plans and designs buildings. He or she works in an office. الأركتيكت هو المهندس المعماري، يخطط و designs يصمم buildings البنايات. He or she هو أو هي يعمل في مكتب. خلينا نشوف السي ويا من راح نربطها. راح نربطها مع 5. مع 5. D a mechanic هو الميكانيكي. Works يعمل in a workshop بورشة عمل or a garage. Garage هو نفسه احنا نستخدمه. And repairs ويصلح people's cars سيارات الناس. خلينا نربط D مع 1. زين خلونا على E. An engineer works outside or in an office. المهندس يعمل في الخارج أو في مكتب. He or she designs, builds or repairs machines. هو أو هي يصمم ويبني ويصلح المكائن. Roads الطرق يعني مو بس يصحح أو يصلح المكائن وإنما حتى الطرق. And bridges والجسور. طبعا 7 أوكي رقم 7. F a shop assistant هو الشخص اللي يساعد أبو المحل. Works for a shopkeeper. وين يشتغل؟ بمحل. Or shop owner مع مالك المحل. He or she helps customers. هو أو هي يساعد الزبائن. The people who want to buy things in the shop. يساعد الناس اللي يريدون يشترون أشياء من المحل. A firefighter's job is very dangerous. Firefighters هو رجل الإطفاء. هو يقول عمل رجل الإطفاء very dangerous جدا خطر. He or she هو أو هي puts out fires يطفئ put out يطفئ النيران and saves people ينقذ الناس. A firefighter has to wear special clothes. Firefighter رجل الإطفاء عليه أن يرتدي ملابس special ملابس خاصة. إلى page 63 إلى صفحة 73. Two jobs عملين. Read the two paragraphs. اقرأ الإنشاءات أوكي اثنيناتهن. Find the words in the blue box and match them in their meaning. ثم جد الكلمات الموجودة بالأزرق بالحقل الأزرق وأربطها مع المعنى. قبل لا أربط أوكي الأرقام بالأحرف لازم نقرأ البارغراف. بعد ما أكمل قراءة البارغرافات اللي هنا موجودة رح أرجع أربط الأرقام مع الأحرف.
دكتور سلوى works in a hospital. دكتورة سلوى تعمل في المستشفى. She takes care of sick people. هي takes care بمعنى تعتني of sick people بالناس المرضى and makes them better وتجعلهم بحال أفضل. She is very hard working. هي جدا hard working يعني مجدة بعملها. She usually works 8 hours. تعمل 8 ساعات a day باليوم. But she sometimes has to work 12 hours. She sometimes يعني هي في بعض الأحيان عليها أن تعمل 12 ساعة. 12 hours بمعنى 12 ساعة. At school في المدرسة. She was very clever. في المدرسة هي very clever جدا ذكية and good in all subjects وجيدة بكل subjects بكل المواد. After school بعد المدرسة she went to university. She went يعني ذهبت إلى الجامعة. She had to study for 6 years. كان عليها أن تدرس 6 سنوات. She likes being a doctor. هي حبت تكون طبيبة because in this job she can help people لأن بهذا العمل هي تستطيع أن تساعد الناس. حنان is an office manager. An office manager بمعنى مديرة مكتب. She answers phone calls and she sends and receives emails on a computer. هي تجيب على اتصالات التليفونية يعني على التليفونات and she sends وترسل وتستقبل الايميلز يعني البريد الالكتروني on computer. She usually works every day. هي بالمعتاد تعمل كل يوم from 8 a.m. من الساعة 8 صباحا to 2 p.m. إلى الثانية مساء. But she sometimes has to work in the afternoon. بعض الأحيان عليها أن تعمل وين في الظهيرة afternoon. Sometimes she has to go to different countries. بعض الأحيان عليها أن تذهب إلى أقطار مختلفة. Her best subjects at school. المادة اللي مفضلة عندها كانت بالمدرسة were mathematics هو الرياضيات and English والإنجليزي. After school بعد المدرسة she went to college ذهبت إلى الجامعة. To study business حتى تدرس business administration إدارة أعمال. She had to study for 4 years. كان عليها أن تدرس 4 سنوات. She enjoys her job. هي استمتعت بعملها because she meets a lot of different people. إن هي قابلت الكثير من الناس different people يعني ناس مختلفين. She also enjoys traveling. هي أيضا تستمتع بالtraveling بالسفر. عندنا أسئلة بالactivity book صفحة 79 إلى 80. هاي الأسئلة أيضا مهمات لازم تروحون تشوفون الفيديو الخاص بها. زين خلونا نربط الحقلين مع بعض. Hard working بمعنى عمل مجد. University college الجامعة الكلية. To study يعني للدراسة أو لكي يدرس أو تدرس. Subjects المواد. Clever بمعنى ذكي أو ذكية. Things you learn at school أشياء تتعلمها أنت بالمدرسة. Places to study أماكن للدراسة. The opposite of lazy عكس كلمة كسول. To spend time learning about something. To spend time لقضاء وقت لتعلم شيء ما. Quick to learn and understand سريع بالليرن بالتعلم والفهم. زين خلينا نجي نربط hard working ويا من نربطها. طبعا اكيد هي ويا the opposite of lazy عكس كلمة lazy. اذا 1 C. Number 2 university or college احنا قلنا الجامعة والكلية. شنية هي B. Places to study أماكن okay, to study للدراسة يعني مكان ندرس به احنا. اذا B. 3 to study لكي يدرس
هو دي to spend time هو قضاء وقت learning about something لتعلم شيء ما. For subjects مواضيع هي things you learn at school أشياء تتعلمها أنت بالمدرسة. إذا for A. آخر شيء هو clever E. quick to learn and understand quick يعني سرعة بالفهم والتعليم. خلونا ننتقل إلى lesson 3 a day in the life of a firefighter يوم من حياة رجل الأطفاء يعني يوم من حياته شون حياته تصير. firefighter مازن هو رجل أطفاء talk about a day in his life يتحدث عن يوم من حياته. he began like this هو بدأ بي. When I arrived at the fire station عندما وصلت إلى محطة الفاير يعني محطة الأطفاء yesterday morning البارحة. هنا عندي ملف صوتي لذلك راح نكمل القراءة بالملف الصوتي حتى نعرف هو شيرد من عندنا. الملف الصوتي أمامكم حضروا قلم حتى تكتبون الترجمة فوق الكتابة. When I arrived at the fire station عندما وصلت إلى محطة الأطفاء yesterday البارحة morning صباحا I checked my equipment أني سويت شيكت يعني باوعت ودققت على equipment يعني الأجهزة أو المعدات as usual كالمعتاد. We had our first call at 10 o'clock كان عندنا أول اتصال ساعة بالعشرة. We were told there was a fire قيل لنا انه هناك حريق in a supermarket. supermarket هو مركز تسوق يعني كبير. in the middle of the town في وسط البلد. we drove through the streets we drove يعني سقنا من خلال الستريتس الشوارع as fast as possible as fast as possible يعني بأسرع ما يمكن. When we got there عندما ذهبنا هناك the fire was burning strongly النار كانت burning يعني تحرق okay strongly بقوة يعني مشتعلة النار بقوة. The heat was terrible الحرارة كانت terrible يعني مأساوية يعني تعرفون إن من أكو شيء دا يحترق عشان تصير حرارة أكيد بالمكان. And some people were trapped inside. وبعض الناس كانوا trapped يعني عالقين inside في الداخل. We had to get them out quickly. كان علينا and to get them out يعني نخرجهم okay بسرعة quickly بسرعة. We got out our horses and pointed them. We got out يعني طلعنا الهوسز بمعنى خرطوم المياه and pointed them وجهناها عليهم at the building على وجهناها على البناية. 20 minutes later بعد 20 دقيقة the fire was out and we were able to go into the building النار اوكي انخمدت واحنا كنا قادرين على انه ندخل نذهب الى داخل البناية. We saved all the people نقذنا كل الناس but some had to go to hospital لكن البعض كان عليهم الذهاب الى المستشفى. At 2 o'clock we were called to an accident في الثانية we were called ندينا إلى an accident إلى an accident إلى حادث on the ring road ندينا على الطريق ring road هو الطريق الدائري. the police helped us get there الشرطة ساعدتنا حتى نذهب هناك very fast بسرعة. one car was on fire واحدة من السيارات كانت تحترق and another والآخر was upside down on the road كانت upside down يعني رأس على عقب. fortunately بمعنى لحسن الحظ the driver السائق of the burning car
للسيارة اللي محترقة was standing كان يقف by the side of the road على جانب الطريق. However على أي حال the driver of the other car was trapped. Okay the driver السائق للسيارة الأخرى كان trapped محاصر. We put the fire out quickly. إحنا أطفئنا الفاير النار بسرعة and got the second driver out. يعني أخرجنا السائق الآخر برا يعني خارجه. He was badly injured. هو كان injured يعني متصوب بشكل سيء. At the end of the day بنهاية اليوم I was tired. كنت متعب and upset. كنت حزين about the accident بشأن الحادث. But it's all in a day's work for a firefighter. لكن هو كله في يوم عمل لرجل الأطفاء. We do our best. نحن نفعل ما بوسعنا. انتقلنا مرة ثانية إلى صفحة 64. خلونا نكمل. شوفوا هنا نفس القصة لكن هنا شوية بالصور. أوكي هم راح أقرأ وأترجم. I checked my equipment. أنا تفحصت معداتي. The supermarket is on fire. السوبر ماركت يحترق. Come quickly. تعالوا بسرعة. People are trapped inside. الناس محاصرة inside في الداخل. We pointed our horses at the building. احنا pointed يعني وجهنا okay, الخراطيم باتجاه building البناية. We went into the building. دخلنا إلى البيلدينج إلى البناية. We saved all the people. أنقذنا كل الناس. Accident on Ring Road. Accident الحادث بالRing Road الشارع الدائري. On fire يعني اللي قاعد تحترق. Upside down. Upside down يعني رأس على عقب. إذن السيارة الأخرى كانت مقلوبة رأس على عقب. عندكم تمارين activity book تمارين موجودة بكتاب النشاط أو الكراسة أوكي بصفحة 81 و82. السريع روحوا إلى صفحة 81 و82 حتى تحلون التمارين. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا وانتظروني في درس جديد.